على الفرق كلها، ولا في البعض هيتأثر بالسلب والبعض هيبقى الأمر بالنسبة له إيجابي يعني؟ يمكن للأمانة أنا شايف إن الأهلي وبرضو نادي الزمالك هم أكتر المستفيدين بالتوقف إلى حد ما، يعني بسبب ضغط المباريات خلال الفترة اللي فاتت. أنت بتتكلم لو ما كانش في توقف بعد ماتش صن داونز وحتى بعد الزمالك بعد الترجي، في ضغط مباريات رهيب لحد كان التوقف اللي هو كان هيبقى اليومين دول عشان مباراتين المنتخب مع توجو. فجيت التوقف ده حتى يمكن المطره شويه اجلت ماتش، لكن بعد كده التوقف ده فشويه انت لعيبتك بترتاح. تمام. لما الدوري يرجع اكيد قبليها يبقى فيه شويه اعداد. اللي هيتاثر ان اكيد الريتم نفسه بتاع الفريق، يعني لو هو كان تصاعدي شويه هيثبت او شويه ممكن يقل لان مفيش ماتشات وده طبيعي. لكن اللعيبه في مصر كانت او اللعيبه في الاهلي والزمالك كانوا محتاجين الراحه دي، او لو نتكلم على الاهلي تحديدا كان محتاج ان هو يريح شويه، يبقى في فتره يستعيد في ريكفري اللعيبه. النهارده شفنا اهو معلول بهدوء بيرجع، رمضان صبحي ما عندوش فيش ضغط ان هو يقدر يرجع، خصوصا ان الابرز انت عايز لعيبتك كلها تبقى جاهزه ل موقعة الوداد. بس فأنا شايف أن التوقف مفيد إلى حد ما للنادي الأهلي. طيب بما أننا اتكلمنا على التوقف، بس برضه هسألك على المقاولين العرب، شايف أنه ممكن يكون نفسهم طويل في الدوري ولا فترة التوقف دي هتأثر عليهم لو عادت المسابقة؟ أعتقد الكابتن عماد النحاس يعني مدرب عنده فكر جيد وبيقدر إزاي يحسب كل الأمور. لا برضه ممكن يستفيد بالفترة دي أنه يصحح بعض الأوضاع عنده في الفريق، أنه هو يجدد طموح الفريق، ويمكن هم عندهم حلم اللي هو يلعبوا افريقيا السنه الجايه، وبالتالي برضو معاه الدنيا مركز تاني مركز تالت، فالامور برضو هتبقى كويسه اليوم. نتمنى طبعا للكابتن عماد النحاس، رجل محترم طبعا ومدرب مميز أكيد، وكان من احد نجوم النادي الاهلي فتره كبيره يعني. طيب المقترحات او الحلول اللي ممكن تكون بخصوص الدوري المصري وبخصوص البطولات الافريقيه، اللي احنا عندنا اكتر من فريق مصري موجود في البطولات الافريقيه، اهلي زمالك بيراميدز، الاقتراحات بعد فترة التوقف ممكن تكون عبارة عن ايه؟ حل أزمة عدد كبير من المباريات اتأجلت بسبب موضوع كورونا ده، في وجهة نظرك ايه اللي ممكن يحصل؟ هو يعني كل الأمور أو حتى في الدنيا كلها الاتجاهات ماشية إن الأولويات للبطولات المحلية مع البطولات القارية اللي تخص الأندية. لكن الأول الدوريات إزاي هتكمل؟ فده كان قرارات الأولية، إن اليورو اتأجلت، كوبا أمريكا اتأجلت، يمكن الأولمبيات موقفها صعب شوية ومعقد إن هو صعب ياخد فيها قرار بخصوص التأجيل، فدي لسه مستمرة. في مصر أو في أوروبا أو في أي حتة مفيش اتجاه الإلغاء ده مش موجود، الناس أو ممكن تتكلم فيه لكن محدش بيفكر إن هو يلغي، تلغي بطولة كله بيفكر يحل إزاي تستكمل حتى لو اتأخرت، لكن الموسم لازم يستكمل. حتى المقترحات ناس كانت بتتكلم طب ندي ليفربول الدوري، طب ندي لبرشلونه مش عارف، طب نشوف الدنيا ماشيه ازاي، اترفضت كله يعني. كله بيتكلم ان لا الدوريات لازم تكمل. هتكمل ازاي او امتى دي هم بيشوفوها مع تقييم الاوضاع، يعني مثلا ايطاليا اللي حسب المستجدات يعني بالظبط، ايطاليا اللي فيها المشكله او المشكله الاكبر. في اوروبا بتتكلم ان نابولي خلال ايام اعلن ان هو هيرجع للتدريبات، انديه زي لاتسيو بتفكر ان هي ترجع للتدريبات. محددين ميعاد، هو مش منطقي بس هو بيحط كل الحلول يعني مبدئيه، يعني ايطاليا ليها ميعاد مبدئي ان هم